يقول السائل: أجد في قلبي حب الرياء والعجب، وحاولت أكثر من مرة طرد هذا الشيء ولم أتمكن، فماذا أفعل؟ هذا من الشيطان، هذا وسواس، اتركه واستمر في العبادة والطاعة، ولا يؤثر عليك هذا الهاجس أو هذا الوسواس. استعذ من الشيطان الرجيم واستمر في طاعة الله عز وجل، ولا يضرك هذا. نعم.